مساء الخير، اهلا وسهلا بيكم يا شباب مرة تانية مع مستر اسلام فرج وفيديو جديد هنتكلم فيه عن كيرشوف سلو. يا ريت لو انت لسه جديد في القناة تعمل اشتراك وتفعل زرار الجرس، ولو عندك اي حد من زمايلك تقدر تبعت له الفيديو عشان يستفاد وعشان كمان نكبر القناة. طيب يا شباب، موضوعنا النهاردة هنتكلم عن كيرشوف سلو. ايه بقى موضوع كيرشوف سلو ده؟ بكل بساطة في الليكتشرز اللي فاتت كلها كنا بنشتغل على سيركتس بنقول عليها simple circuits، يعني سيركتس بسيطة أو دوائر بسيطة مش معقدة مش كومبلكس. كيرشوفز بقى بنستخدمه مع الكومبلكس سيركتس أو الدوائر اللي قد تبدو معقدة في التركيب. يعني مثلا السيركت اللي قدامك دي هتلاقي عندك في ريزيستورز وفي تو سورسز، ولو جيت تفكر بالطريقة القديمة مش هتعرف مين توالي مع مين او مين ان سيريز ومين ان بارلل، هتحس ان الموضوع معقد. لو جيت تحلها بالطريقة القديمة هتحس ان الموضوع ايه معقد، انت مش عارف هنا مين ان سيريز مين ان بارلل، البرانش ماشي فيه كارنت قد ايه، مش هتبقى عارف الكلام ده كله. طيب ففي السيركتس اللي بالشكل ده بنتعامل معاها بكيرشوفز لو. اي سيركت تحس انها معقدة هنتعامل معاها بكيرشوفز ايه، بكيرشوفز لو، او بيكون فيها اكتر من باتري. يعني عموما بيكون فيها اكتر من باتري، اعرف ان هي كيرشوفز ايه، كيرشوفز لو. وكمان بيكون فيها بنسميها ايه، بنسميها اللوب. هقول لكم الديفينيشنز دي دلوقتي عشان تبقوا فاهمين. بصوا يا شباب، انا عندي حاجة اسمها برانش. اسمها ايه؟ برانش. يعني ايه برانش؟ يعني سلك الكرنت ما حصلوش اي ديفايديشن فيه، يعني الكرنت ثابت في البرانش، بيكون الكرنت ثابت. يعني مثلا لو جينا نشوف البرانش ده، بص كده امشي كده مع البرانش ده من اول البوينت دي، بس هتمشي كده اهو، شايف الكرنت 1.12 1.02 سوري 1.12 اللي هي 1.12 لحد هنا كده الكرنت ثابت. يبقى من اول البوينت دي، من اول البوينت دي وتمشي كده وترجع للبوينت دي كده، ده كده اسمه برانش. برانش يعني ايه؟ يعني الكرنت ثابت فيه ما اتغيرش. طيب تعالى الناحية التانية نفس الكلام، هنا 0.73 0.73 هتمشي كده لحد هنا، ده كده اسمه برضو برانش. يعني ايه برانش؟ يعني الكرنت ما حصلوش اي تغير، الكرنت ثابت. تمام، جميل جدا. طب في برانش تالت؟ ايوه في برانش في النص اهو، الكرنت فيه ثابت برضو. طبعا الديفايس اللي معايا ده الاميتر. يبقى كده الكرنت ما حصلوش ديفايديشن في الثري برانشز. يبقى انا عندي كام برانش؟ عندي 3 برانشز، يعني عندي 3 كرنتس. يبقى عدد الكرنتس ايكوال عدد البرانشز، او number of currents ايكوال number of ايه of branches. يبقى دي اول حاجة لازم نعرفها، ان البرانش يا شباب بيمشي فيه نفس الكرنت، البرانش بيمشي فيه نفس الكرنت. طيب في عندي بقى حاجة اسمها اللوب، في عندي حاجة اسمها الايه، اللوب. يعني ايه لوب؟ اللوب يعني مسار مغلق او closed circuit. يعني مثلا زي اللوب ده، همشي من عند البوينت دي كده اهي، المربع يعني اللي هو الايه، الريكتانجل اللي على اليمين ده، او المستطيل اللي على اليمين اللي هو الريكتانجل، المستطيل ده كده اسمه لوب. يعني ايه لوب؟ يعني مسار مغلق للتيار. بمعنى لو انا جيت فصلت الجزء اللي على اليمين، لو انا جيت فصلت الجزء اللي على اليمين، الجزء سوري فصلت الجزء اللي على الليفت سايد، الجزء اللي على الرايت سايد هيفضل شغال عادي، عشان كده ده بنسميه لوب. يبقى الجزء ده كده ايه، لوب اهو. طيب نرجع نوصل ده كده، هتلاقي ان الريكتانجل اللي على الليفت سايد ده، ده لوب برضو. الريكتانجلر ده ايه؟ لوب. عرفت منين اللي هو لوب؟ افصل الجزء اللي على اليمين هيفضل الكرنت معدي عادي جدا، الكرنت شغال عادي زي ما انتوا شايفين في كرنت اهو، دي الفاليو بتاعته. تمام. طيب نرجع نوصل، في لوب تالتة يا مستر؟ ايوه في لوب تالتة. فين اللوب التالتة؟ المستطيل الكبير.
البيج ريكتانجلر ده او ريكتانجلر الكبير ده يعتبر ايه؟ ده يعتبر لوب برضو. اعرف ازاي؟ افصل الجزء اللي في النص، هتلاقي ان الكرنت ماشي عادي جدا اهو، الكرنت ماشي اهو، ودي الفاليو بتاعته. يبقى الكبير ده برضو ايه؟ لوب. يبقى انت دلوقتي عرفت الديفرنس بتوين البرانش وعرفت الديفرنس بتوين اللوب، يبقى تقدر تفرق ما بينهم، وفهمت ان اللوب بيبقى عبارة عن مسار مغلق، والبرانش الكرنت بيكون ايه؟ بيكون ثابت فيه. احنا بقى ان شاء الله هنستخدم كيرشوفز لو عشان نقدر نحدد الكرنتس دي، ونقدر نحدد اي حاجة في السيركت. هنحدد اي حاجة ايه؟ هنحدد اي حاجة في السيركت. طيب ايه اللي احنا عايزين نعرفه بقى يا شباب؟ او ايه بقى موضوع كيرشوفز لو؟ كيرشوفز لو انا عندي تو لوز، عندي the first law of كيرشوف اللي احنا بنسميه الكي سي ال، يعني كيرشوفز لو فور كارنت، كيرشوف كارنت لو، ده الابريفيشن بتاعه كي سي ال، يعني كيرشوفز كارنت لو. والسكند لو اسمه الكي في ال، يعني كيرشوفز فولتج لو. يبقى الاول للكارنت والتاني للفولتج. موضوع الكرنت بيقول لك كيرشوف، يعني بيقول لك ان سمشن الكرنت عند بوينت ايكوال زيرو، ايكوال ايه؟ ايكوال زيرو. ات مينز ان الكرنت اللي داخل عند بوينت ايكوال الكرنت اللي خارج، ايكوال الكرنت اللي ايه؟ اللي خارج. طيب تعالوا كده نبص على السيركت دي ونبدأ نتعامل معاها. طيب تعالوا نبص على البوينت اللي فوق دي يا شباب. انتوا شايفين ان الفرع ده او البرانش ده بيدخل كارنت على البوينت، صح؟ البرانش ده بيدخل الكارنت على البوينت. اول ما الكارنت يجي عند البوينت يبدأ يتوزع، جزء منه يمشي يمين، جزء منه يمشي ايه؟ شمال. طب ما تيجي نشوف كده الكارنت اللي داخل ده ايكوال قد ايه؟ 1.36. المفروض طبقا لكيرشوفز يبقى الكرنت ده هو عبارة عن الكرنت ده بلس الكرنت ده. طب ما تيجي نشوف كده، يبقى الكرنت اللي داخل ايكوال الكرنت اللي خارج من عند نفس البوينت. اللي داخل 1.36، طب واللي خارج 0.78 بلس 0.58، 0.7 0.5 هيديلك كام؟ هيديلك exactly 1.36. فهمناها؟ يبقى الكرنت اللي داخل ايكوال الكرنت اللي خارج. طب ما تيجي هنا كده عند البوينت دي، عند اي بوينت هتطبق فيرست لوب بتاع كيرشوف هتلاقيه شغال. هنا انت عندك فرعين تو او تو برانشز داخلين على البوينت، وبرانش واحد هو اللي خارج. طب المفروض ان مجموع اللي داخل سمشن اللي داخل اللي هو 0.7 بلس 0.5 ايكوال اللي خارج اللي هو 1.3. اهي هي هي. طب لو جيت عند البوينت دي، هنا مفيش كده كده اللي هو برانش واحد، فاللي داخل ايكوال اللي خارج، ما يعني ما حصلش اي ديفايديشن للكرنت، فاكيد الكرنت ده هو الكرنت ده. عشان كده قلنا ان البرانش كله شايل نفس الكرنت، البرانش كله بيشيل نفس الكرنت اهو، البرانش التالت بيشيل نفس الايه؟ بيشيل نفس الكرنت. فهمناه يا شباب؟ جميل جدا. يبقى ده الفيرست لوب بتاع كيرشوف، اللي هو باجي عند بوينت اقول ان سميشن الكرنت ان ايكوال سميشن الكرنت اوت ببساطه. طيب تاني لول كيرشوف بقى، تاني لول كيرشوف بيقول لك ان سميشن الفولتج على اللوب ايكوال زيرو. بمعنى تعال نبص لها كده من وجهة نظر الفيزيكس. بالنسبه يا شباب للفيرست لو ده يعتبر كونزرفيشن اوف ايه؟ اوف تشارج. يعني ايه كونزرفيشن اوف تشارج؟ يعني اللي تشارج كان نايزر بي كرييتد نور ديسترويد. ات مينز ان اللي تشارج انت ما تقدرش تخلقها، ما تقدرش تجيبها من العدم، من nothing. You can't have a charge from nothing. تمام. And you can't destroy it، ما تقدرش تدمرها، ما تقدرش تنفيها. فاهم الفكرة؟ يعني let's say دلوقتي ان الفلوس كانت موجودة في الطبيعة من زمان، كانت already existed in nature من زمان قوي. تمام. طيب اللي تشارج دي بقى موجودة بكمية ثابتة،
فلو انت اخدت شوية منهم وحطيتهم مثلا جوه ايه، جوه سيف ولا حاجة، جوه خزنة يعني، وجيت فتحت عليها بعد 100,000 سنة، هل كمية التشارج اللي جوه السيف هتقل؟ لا. هل كمية التشارج جوه السيف هتزيد؟ لا. لو جبت شاكوش وضربت على التشارج هل هتختفي؟ لا. فده مبدأ اسمه ال conservation of charge، يعني التشارج ثابتة، اللي داخل ايكوال اللي خارج، ما ينفعش يدخل لك حاجة أكبر من اللي خارج أو العكس. جميل جدا، يبقى كده عرفنا ال first law. ال second law بيقول لك إن summation ال voltage في اللوب ايكوال زيرو. يعني ايه ايكوال زيرو؟ تعال نشوف بقى. طيب قبل ما اشرح لك موضوع السكند لو بتاع كيرشوف، عايزك تبص معايا لحاجه صغيره. دايما الكرنت بيمشي من البوزيتيف للنيجاتيف، دايما الكرنت بيمشي من البوزيتيف للنيجاتيف. الكلام ده فين؟ في الريزيستورز. يعني لو جينا نبص كده على الريزيستور دي، النقطه دي هتبقى بوزيتيف والنقطه دي هتبقى نيجاتيف. النقطة دي هي اللي بوزيتيف والنقطة دي هي اللي نيجاتيف. يعني الكرنت أثناء ما هو ماشي كده حصل فولتج دروب، حصل فولتج ايه؟ فولتج دروب. جميل جميل. طيب تعال نمشي مع الكرنت هنا كده. الكرنت هنا ماشي من النيجاتيف للبوزيتيف بتاع الايه، بتاع الباتري، ماشي من النيجاتيف للبوزيتيف، يبقى هو ماشي حصل له ايه؟ فولتج جين، يعني اكتسب فولتج، ما فقدش فولتج، لا ده اكتسب. يبقى الكرنت اثناء ما هو ماشي في الريزيستور بيمشي من البوزيتيف للنيجاتيف، يعني بينزل من فوق لتحت، يعني بيفقد فولتج. في الباتري لو طالع من البوزيتيف، لو ماشي من النيجاتيف للبوزيتيف انسايد ذا باتري هيخرج مع فولتج جين. طب نيجي هنا عند الريزيستور دي، هتلاقيه ماشي من البوزيتيف للنيجاتيف، يعني حصل له فولتج دروب. نفس الكلام بقى في السيركت، يعني هنا دي بوزيتيف ودي النيجاتيف، دي بوزيتيف ودي نيجاتيف. بالنسبة للباتري هو هنا خارج من البوزيتيف، ماشي من النيجاتيف للبوزيتيف، يعني خارج من البوزيتيف، يعني حصل له فولتج جين. طيب تعالوا بقى نطبق كده السكند لو واوريكو الفكرة بتاعته. بكل بساطة السكند لو بيقول لك ان الفولتج التوتال فولتج ايكوال تو زيرو، التوتال فولتج في اللوب ايكوال تو زيرو. طب ما تيجي نشوف، ما تيجي ايه، ما تيجي نشوف. هنوصل الريد تيرمينال بالبوزيتيف ونوصل البلاك تيرمينال بالنيجاتيف. طيب الفولتج على الباتري دي ايكوال 19، ايكوال كام؟ 19. جميل جميل. يبقى انا متوقع ان الفولتج على التو ريزيستورز دول ايكوال نيجاتيف 19، ايكوال ايه؟ ايكوال نيجاتيف 19 اهو. اول واحدة اداني ماينس 5.8، 5.6 اداني 5.6، خلي بالك دي كانت 19، فدي هتدي لك الراوند كام؟ دي 19، شيل منها 5.6 هيديك كام؟ تعالى كده نعملها، يبقى التاني ده هتديك الراوند ال 13.5. لازم الريزيستور دي تديك اراوند ايه بالظبط؟ 13 ايه، 13.5. حد يقول لي ليه يا مستر حصل كده؟ اقول لك ببساطه، لان سميشن الفولتج في اللوب ايكوال زيرو، فانت هنا عندك فولتج جين ايكوال قد ايه؟ هنا عندك فولتج جين ايكوال 19، يعني الكرنت خارج من الباتري معاه انرجي ايكوال 19 فولتس، هيروح يصرفهم بقى فين؟ في التو ريزيستورز دول. لازم يروح يدفعهم في التو ريزيستورز دول، لان التو ريزيستورز يعتبروا ان سيريز مع بعض في نفس اللوب. فهنا هيدفع ماينس 13.5، وهنا هيدفع ماينس ايه، ماينس 5.5. هتلاقي في الاخر ان سميشن الفولتج ده ايكوال تو زيرو، وده هو السكند لو اللي بنستخدمه. تعالوا نعمل نفس الكلام ده الناحية التانية، هتلاقي ان الباتري هنا الفولتج بتاعها بكام؟ الباتري الفولتج بتاعها ب 22.5. المفروض بقى ان سميشن الفولتج في اللوب كلها تبقى زيرو. طب ما تيجي نشوف، شوف اول ريزيستور كده،
طبعا انا هنا وصلت بالعكس، المفروض اوصلها كده عشان يديني نيجاتيف. ماشي، يبقى اداني هنا الفولتج نيجاتيف قد ايه؟ اوكي، نيجاتيف 13.5، دي كانت 22.5، خلي بالك فقدت منهم 13.5، يبقى هيتبقى لك كام؟ هيتبقى لك اراوند الايه، اراوند الناين. تمام، يبقى كده summation الفولتج في اللوب equal to ايه، equal to zero. طبعا هعلمكم بقى ازاي تحلوا كيرشوفز لو بكل سهولة في نفس الليكتشر دي، وكمان هحل لكم مسائل الليكتشر اللي جاي. طيب الموضوع هيختلف شوية لو كان عندي في باتري انترنال ريزيستنس. تمام، في الحالة دي هتلاقي ان الباتري ذات نفسها عندها internal resistance اللي هي R small، واحنا اتفقنا قبل كده ان ال R small دي equivalent مع الايه، equivalent كأني وصلت resistor in series مع الباتري. يعني كل اللي انا هعمله هاخد ال هشيل ال R small من الباتري واحطها جنب الباتري in series، بس هو ده الاختلاف كله. اعتقد كده احنا وضحنا كيرشوفز لو، موضوع سهل وبسيط. لو في اي حاجة بعد كده يبقى نوضحها برضو. فخلونا بقى ننتقل لموضوع النهاردة. موضوع النهاردة طبعا كيرشوفز لو يا شباب، كيرشوفز فيرست لو، او بنسميه كيرشوف كارنت لو اللي هو اختصارا كي سي ال. بنقول هنا ان its scientific idea is based on law of conservation of electric charge. Electric charges can neither be created nor destroyed. و القانون اختصارا بيقول لك ان sum of currents that enter the anode in the closed circuit equal the sum of currents that let out from the same node. The currents in equal the currents A, the currents out. Or the sum of currents concerning their direction at any node in the closed circuit equal to zero. يعني لو انت خدت ال direction في الاعتبار واعتبرت مثلا ان ال currents out is positive وال currents in is negative، في الاخر ال summation ده وال summation ده واحد منهم هيبقى بوزيتيف والتاني نيجاتيف والاتنين ايكوال، هيديك زيرو. فاهم الفكرة؟ ده ببساطة يعني مثلا بيقول لك ان ده opposite figure، اشتغلنا طبعا على الحاجة دي قبل كده. تعال ناخد النود A. عند النود A، عند النود A انت عندك الكرنت التوتال اللي داخل على البوينت ايكوال 3 امبس. هيبدأ يحصل له ديفايديشن. هيحصل له ديفايديشن ازاي؟ بنسبة 2:1. دايما نسبة توزيع الكرنت هي تعتبر الريسيبريكال بتاع الايه، بتاع الريزيستورز. يعني عندك الريزيستورز لو جيت تقسمها من فوق هتقول 18 over 9، يعني هيديك 2 to 1، بنسبة 2 to 1. لو جيت تحسب الكرنت هتلاقي العكس، ال 2 ل 1 جاي من تحت مش من فوق. يبقى من فوق 2 ل 1 بالنسبة للريزيستورز، بالنسبة للكرنت هتبقى 2 ل 1 جاية من تحت. المهم ان السيري دي هتتقسم زي ما اتفقنا، وخدنا الديفايديشن بتاع الكرنت اللو بتاعها قبل كده. لو محدش شافها يروح للليكشر بتاع الريزيستورز ان بارلل، شرحتها بالتفصيل. هتلاقي ان 3 امز بتتجزأ ل 2 امز و 1 ام. يبقى كده مجموع الكرنتس اللي خارجه او الكرنتس اوت، الاي اوت ايكوال 1 بلس 2 اللي هي 3، هتلاقي ايكوال الكرنتس ان اللي هي 3. طيب ده بالنسبة للديفينيشن الأولاني. لو عايز تحلها بالديفينيشن التاني تقول ايه؟ هتقول ان ال currents in مثلا negative وال out هيبقى positive، فهتقول minus 3 plus 1 plus 2 يبقى في الآخر 0. summation بتاعهم بزيرو concerning their direction اهي. يبقى الأولانية صح والتانية برضو ايه؟ والتانية صح. نفس الكلام الكرنت اللي هو ال 1 امب وال 2 امب هيروح يتجمعوا عند البوينت بي ويخرجوا از 3 امب فروم البي نود. ماثيماتيكال فورمولا اوف كيرشوفز فيرست لو ان سميشن الكرنت ايكوال 0 طبقا للديفينيشن الثاني. طبعا انت هتشتغل باي ديفينيشن منهم الاثنين صح. طيب تعال نشوف كده اكزامبل. بيقول لك هنا عندك نود وعندك شويه كرنتس، عايز اعرف الكرنت اي ده ايكوال كام امب. طيب هنشوف اللي داخل ونشوف اللي خارج. انت مين اللي كان داخل؟ 5 امبس 4 امبس 2 امبس، يعني 5 و 4 كام؟ 5 و 4 9.
9 و2 يعني 11، يبقى انت عندك 11 امبس داخلين على البوينت، اكيد اللي خارج لازم يبقى 11. طيب من ال 11 دول انت خسرت او خرج يعني 8، هيتبقى لك قد ايه؟ هيتبقى لك 3. ال 3 دول ان ولا اوت؟ لازم يبقوا اوت طبعا، عشان في الاخر السمشن الكلي يديك 0. اهو هتلاقي ان الكرنت اللي خارج ايكوال ايه؟ ايكوال 3 امبس. ايكوال ايه؟ 3 امبس. طبعا هو هنا حلها بالديفينيشن التاني، قال لك انا هاخد الكرنت اللي داخله بوزيتيف والكرنت اللي خارجه هعتبرها نيجاتيف، فقال لك ال 5 ان وال 2 ان وال 4 ان، وال 8 دي كانت اوت، والاي دي انا ما اعرفش هي ان ولا اوت، بس ايه حطيتها بوزيتيف، طلعت لي في الاخر ان الاي ماينس 3 امبس. طيب انا من الاول كنت عملت اسامبشن ان الكرنت ان بوزيتيف والاوت نيجاتيف، فطلع لك الاي نيجاتيف، يبقى الاي كان اوت ولا ان؟ كان اوت. تمام. تاني حاجة يا شباب، كيرشوف سكند لو او الكيرشوف فولتج لو اللي هو الكي في ال، الساينتفك ايديا بتاعته is based on the law of conservation of energy. طبعا ال conservation of energy كانت عندكم في تانية ثانوي ولكن اتلغت، بس هي بنفس المبدأ ان ال energy can neither be created nor destroyed but it changes forms، يعني بتغير ايه؟ بتغير الصورة بتاعتها، بتاعت الانرجي ذات نفسها. طيب الرول بكل بساطة يا شباب بيقول لك the sum of electromotive forces in the closed circuit must be equal to the sum of potential difference across the components of the circuit، يعني الفولتجز على الباتريز equal الفولتجز على الايه؟ الريزيستورز. او ممكن تجيبها بطريقة تانية اللي هي the sum of potential difference concerning their direction طبعا in any closed loop in the electrical circuit equal to zero، ده اللي احنا هنشتغل بيه. تمام. اوكي، يعني على سبيل المثال في السيركت اللي قدامك عندك باتري وعندك ريزيستورز اهي، عندك ريزيستور R1 R2 R3 وعندك ريزيستور سمول اسمها R سمول. طيب هتلاقي ايه بقى هنا؟ انت كل اللي بتعمله في الاول هتحط بوزيتيف ونيجاتيف اراوند الايه؟ الكومبوننت بتاعتك، يعني مثلا هنا الكرنت بتاع الباتري خارج من البوزيتيف تيرمينال، جميل، يبقى هيمشي في الريزيستورز دي بالشكل ده، كأنك ماشي كلوك وايز يعني في اتجاه عقارب الساعة، يبقى على الشمال بوزيتيف على اليمين نيجاتيف، على الشمال بوزيتيف على اليمين نيجاتيف، هنا فوق بوزيتيف تحت نيجاتيف، هنا تحت بوزيتيف فوق نيجاتيف، وهكذا. طيب جميل، هتلاقي ان الكرنت بيدفع هنا 1.5 فولتس، الكرنت بيدفع في R2 3 فولتس، الكرنت دفع في R3 4 فولتس، الكرنت دفع في R small half فولت. لما تيجي بقى تحسب الفولتجز اراوند اللوب بتعمل اي ايه؟ اي خط كده تخيلي، يعني بتيجي تقول لي ايه؟ بتيجي ترسم كده، بتيجي ترسم conventional direction ليك، يعني تقول انا همشي كده، تقول انا همشي في اللوب كده، هلف يا اما clockwise يا اما counter clockwise، يعني يا تمشي كده يا تمشي العكس، على حسب الدايركشن ده انت بتبدأ تاخد positive ونيجاتيف، تشوف مين اللي positive تشوف مين اللي negative وهكذا، ممكن تمشي العكس، ممكن بدل ما تمشي كده تمشي العكس، تقول لي والله انا همشي clockwise، الاتنين صح، خلي بالك ده صح وده صح، هشرح لكم طبعا الكلام ده في المسائل. المهم تحبوا نمشي ازاي؟ تعالوا نمشي كلوك وايز، تعالوا نمشي كده، هنلف كده في السيركت. طيب تعالوا نبدأ من الباتري، نبدأ من الباتري ولا نبدأ من اي حتة تانية؟ نبدأ من الباتري. لو انت ماشي كده كلوك وايز فانت في الباتري هتبدأ من النيجاتيف تيرمينال، انت ماشي من النيجاتيف للبوزيتيف، يعني انت كده طلعت ولا نزلت؟ طلعت بالفولتج، فانت كده يبقى عندك بوزيتيف 9، انت ماشي من النيجاتيف للبوزيتيف، انت كسبت 9 او اخدت 9 فولتس. طيب كمل كده معايا، هتيجي عند الريزيستور الاول، من البوزيتيف للنيجاتيف انت وقعت، وقعت بقد ايه؟ وقعت ب 1.5. طيب كمل الريزيستور التانية،
انت ماشي من البوزيتيف للنيجاتيف، يبقى وقعت. وقعت بقد ايه؟ ماينس 3 فولتس. طيب الريزيستور التالتة، انت ماشي من البوزيتيف للنيجاتيف، وقعت بقد ايه؟ 4 فولتس. طيب جميل، هتمشي في السلك مفيش اي جين اور لوس خالص لحد ما توصل للريزيستور دي. انت هنا ماشي من البوزيتيف للنيجاتيف، يعني وقعت. وقعت بقد ايه؟ هاف فولتس. المفروض طبقا لكيرشوفز لو، طالما خلصت الاليمنتس كلها اللي عندك، هتحط ايكوال 0، ودي الايكويشن بتاعتك. اتاكد كده معايا، 1.5 وعندك هاف، يبقى كده 2 او نيجاتيف 2، يعني نيجاتيف 2 ونيجاتيف 7 يعني نيجاتيف 9. نيجاتيف 9 هيكنسل البوزيتيف 9 وهيديك 0 في الاخر. يبقى فعلا ان السمشن بتاع الفولتج دروب، او سمشن الفولتج او الديفرنس ان فولتج على طول ايكوال تو 0 في اللوب كلها. يبقى كده كيرشوف لوبس كيرشوف لو هولدز يا شباب، اللي هو السكند لو في اللوب. ازاي احل كيرشوف بقى؟ اول حاجه بسمي الشكل الهندسي، تمام، بفرض اتجاه الكرنتس بشكل عشوائي، بحط الـ الاشارات على البطاريه وعلى كل ريزيستورز حسب الدايركشن بتاع الكرنت اللي انا عملت له اسامبشن. طبعا الكرنت دايما بيمشي من البوزيتيف للنيجاتيف في ريزيستورز، وفي الباتري كده كده معروف ان الكرنت بيمشي من النيجاتيف للبوزيتيف. هعمل الايكويشنز بقى عند النود اللي هي سميشن الكرنت ان ايكوال سميشن الكرنت اوت، وفي اللوبز ذات نفسها هعمل كيرش فلو اللي هو الكي في ال، واحل بعد كده 3 ايكويشنز في 3 انونز على الاله الحاسبه او الكالكوليتر، هيطلع لي الانسرز. والله لو الانسر بتاعت الكرنت طلعت بوزيتيف، يبقى انا كنت عامل اسامبشن في الاتجاه الصحيح او الرايت دايركشن. طب فرضا ان الكرنت طلع نيجاتيف، يبقى الدايركشن معاكس للدايركشن اللي انا فرضه، ولكن نفس الفاليو، نفس الايه، نفس الفاليو. طبعا بيقول لي هنا يراعى رسم الانترنال ريزيستنس بجوار الباتري، يعني دايما لما يبقى عندك ار سمول ارسمها جنب الباتري عشان ما تتلخبطش وما تنساش. هنا بي شور ذات يو نو ان الكرنت دايما بيمشي من البوزيتيف للنيجاتيف، يعني لو ريزيستور الكرنت ماشي فيها كده، يبقى ال1 هي البوزيتيف وال2 هي النيجاتيف. طب لو كان ماشي العكس، يبقى 2 هي اللي بوزيتيف و1 هي اللي نيجاتيف، تمام. طيب ده بالنسبة للريزيستورز. بالنسبة للباتريز يا شباب، الباتري في بي 1 is called the power supplier او المين سورس. ليه؟ لان الكرنت خارج من البوزيتيف تيرمينال بتاعها. بص كده على الرسمة، هتلاقي ان في الفي بي 1 الكرنت ماشي انسايد الباتري من النيجاتيف للبوزيتيف، ولكن اوتسايد الباتري خارج من البوزيتيف، يعني دي بتفرغ، دي السبلاير، دي السبلاير او المين سورس. طيب ال VP2 بقى دي بنسميها ال power absorber او ال charged battery، اللي هي بتشحن الكرنت. هنا بيبقى داخل على البوزيتيف تيرمينال بتاعها، الكرنت رايح للبوزيتيف تيرمينال، فدي بيحصل لها عملية ريتشارجنج او شحن. بيقول لك هنا how can you determine the closed loop in a circuit، تمام. هنا مثلا في السيركت دي عندك one closed loop، يعني من الاخر كده ريكتانجلر واحد. طالما ريكتانجلر واحد يبقى وان كلوز لوب، لو قطعت اي جزء فيه الكرنت هيقف، فانت كده ما عندكش غير ايه، غير لوب واحد بس. طب هنا عندك كام ريكتانجلر؟ عندك 3 ريكتانجلر، الريكتانجلر الاول اللي هو ده، والريكتانجلر التاني اللي هو ده، والريكتانجلر الكبير كله على بعضه ده يعتبر 3، ده التالت. بمعنى لو انت فصلت ده الاول هيشتغل، لو انت فصلت ده التاني هيشتغل، لو انت قطعت اللي في النص الكبير هيشتغل، يبقى كده عندك 3 لوبس. اوكي، طيب دي بقى solved examples ان شاء الله هنحلها الليكشر اللي جايه. فياريت لو عايزين نحل solved examples دي يا شباب، نعمل لايك للفيديو ونعمل شير للفيديو مع اصحابنا، وكمان ما ننساش نعمل لايك وسبسكرايب للشانل. ولو حد عنده اي سؤال او استفسار يا شباب
اكتب لي تحت في الكومنتس وفعلوا زرار الجرس عشان يوصلكوا الفيديوز اول باول. مع السلامة يا شباب.